أكبر ارتفاع يومي لسهم تسلا في 3 سنوات بعد زيارة ماسك إلى الصين وحصوله على موافقة تنظيمية. الرئيس التنفيذي لـ HSBC يستقيل بشكل مفاجئ. ونشاط المصانع الصينية ينمو للشهر الثاني على التوالي في أبريل. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى نبض السوق من العربيه والعربيه بزنس. انا لارا حبيب. نبدا نبض السوق بجوله على الاسواق العالميه والمحليه، ولنبدا من سوق الاسهم السعوديه لانه بالامس كانت مغلقه في عطله رسميه. ومشاهدينا، تنعقد اليوم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024. وفي نكتفي إذن مشاهدينا بهذا القدر من هذه الجلسة. المزيد يمكنكم متابعة هذه الجلسة على العربية بزنس. إلى اللقاء.